اليوم محطة أساسية ومحطة حاسمة في تاريخ الحزب الاستقلال على مستوى مدينة برشيد. الأمر كيتعلق بمؤتمر محلي للفرع اللي تم فيه انتخاب الأخ النائب البرلماني السي طارق القادري ككاتب الفرع لحزب الاستقلال في إطار الدينامية التنظيمية اللي كيعرفها الحزب على مستوى الجهة وعلى المستوى الوطني، بناء بطبيعة الحال على توجيهات اللجنة التنفيذية قيادة الحزب ومخرجات المجلس الوطني ومخرجات مجلس المفتشين على مستوى جهة الدار البيضاء سطات. إذا كانت مناسبة لتبادل الرسائل، أولا رسائل من القيادة إلى القواعد والأطر والكوادر على مستوى برشيد، نقل التوجهات السياسية الكبرى، الحديث عن المشهد السياسي الوطني، أهم ما يميز هذا المشهد السياسي الوطني سياسيا واقتصاديا. حزب الاستقلال فرع برشيد مؤتمره الإقليمي مؤتمره المحلي الذي انتهى بانتخاب السيد طارق القادري الذي الرجل المناسب في المكان المناسب الذي كان عليه الإجماع اليوم في هذا العرس الاستقلالي الذي انتخب فيه السيد طارق القادري ككاتب محلي لفرع مدينة برشيد، ونتمنى له التوفيق ومسيرة موفقة لإشعاع الحزب بالمدينة وبالإقليم وبالمغرب ككل. اليوم كنا في واحد محطة عابرة، محطة مهمة، يعني محطة حزبية اللي بكل صراحة يعني تعتبر من أهم المحطات الإقليمية من بعد الرهانات الانتخابات ديال 2016، وحنا مقبلين على انتخابات مقبلة. دائما كما كنقولوا يعني التشاركية بالنسبة للشباب، واليوم حنا كنشوفوا أن المكتب الإقليمي وبالاتفاق والإجماع المناضلين والإخوان أن يكون البرلماني طارق القادري اللي هو فعلا ابن الشبيبة الاستقلالية باش يقود كتابة الفرع.